السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة أدم برو اتش دي. للمزيد من الفيديوهات المجرد الاشتراك والضغط على زر الجرس لكي تتوصلون بالجديد إن شاء الله. اليوم غادي نبين لكم في هذا الفيديو أسهل طريقة لحفظ جدول الضرب 5 6 7 8 9. أسهل هذه الطريقة سهلة، نبدأ على بركة الله. نديرو 7 مضروبة في 8 كتساوي هنا شحال خاصنا باش نلحقو 10؟ خاص 3، إذا غادي نكتبو هنا، نحتفظو ب3. هنا شحال خاص باش يلحق 10؟ خاص 2. إذن كنديرو هذا في هذا عملية الضرب، إذن 3 في 2 هو 6. كنشدو هذا العدد كنقصو منه هذا 3 تساوي 5، إذن الخارج هو 56. نعود عملية أخرى، نديرو 9 في 9، 9 في 9 كتساوي 9. شحال باقي ليها 10؟ باقي ليها 1. 9 هنا شحال باقي ليها 10؟ باقي ليها 1. إذن 1 في 1 كتعطينا 1. 9 إلى حيدنا منها 1 كتعطينا 8. 9 كذلك إلى حيدنا منها 1 كتعطينا 8. نعود واحدة أخرى، 8 8 8. شحال خاصة 10؟ خاصة 2. 8 كذلك شحال خاصة 10؟ خاصة 2 في 2 4. 8 نقصو منها 2 هي 6. إذن الجواب صحيح. نعاودو نمسحوها، نديرو عملية أخرى، نديرو 7 مضروبة في 9 كتساوي 7. شحال خاصة 10؟ 3. 9 شحال خاصة 10؟ 1. 3 مضروبة في 1 كتعطينا 3. 7 ناقص 1 أو 9 ناقص 3. ندير 7 ناقص 1 هي 6، 9 ناقص 3 هي 6. إذن الجواب الصحيح هو 63. أي عملية ديال الضرب ديال 6 و5 و8 و9 و7 الحل ديالهم بهذه الطريقة ساهل. ما نديرو 5 مضروبة في 9، 5 شحال خاصها 10؟ خاصها 5. 9 شحال خاصها 10؟ خاصها 1. إذن 5 في 1 كتعني 5. كنشدو 5 كنقصو منها 1، ولا 9 كنقصو منها 5 كتعطينا 4. 5 ناقص 1 4، 9 ناقص 5 4. إذن الجواب هو 45.
نديرو 8 في 6. 8 شحال خاصها العشرة؟ خاصها جوج. 6 شحال خاصها العشرة؟ خاصها أربعة. جوج مضروبة في أربعة هي 8. إذا 8 ناقص أربعة كتعطينا أربعة، 6 ناقص جوج كتعطينا أربعة. إذا 8 في 6 كتعطينا 48. سبعة في خمسة شحال خاصنا؟ العشرة هنا، ثلاثة هنا، خمسة. ثلاثة في خمسة 15، كنكتبو خمسة وكنحتفظو بواحد. سبعة نحيدو منها خمسة كتعطينا جوج، زائد واحد هي ثلاثة. خمسة كنحيدو منها ثلاثة هي جوج، وواحد هي 35. إذا سبعة في خمسة كتساوي 35. طريقة سهلة وبسيطة لكل من يعاني من حفظ جدول الضرب أو حفظ جدول الضرب. نجربو وحدة ديال سبعة مضروبة في 9. هنا خاصة ثلاثة، هنا خاصة واحد. كتولي كتخدم يدين ديك دغيا. ثلاثة في واحد كتعطي ثلاثة. سبعة نقصو منها واحد كتعطينا ستة. تسعة ناقص ثلاثة ستة. هذه إعادة. ثمانية مضروبة بثلاثة. ثمانية شحال خاصها؟ جوج. ثلاثة خاصها سبعة. جوج في سبعة 14، نحتفظو بواحد. ثلاثة كتعطينا ثلاثة نقصو منها جوج عفوا كتعطينا واحد، زائد واحد هي جوج كتعطينا واحد، وواحد جوج. إذا طريقة سهلة وملا. السلام عليكم. شكرا مشاهد. السلام عليكم، أحييكم مرة ثانية وأرجو أن ينال إعجابكم هذا الفيديو. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة آدم برو دي، المرجو الإشراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وكذلك الضغط على زر الجرس لكي تتوصلون بالجديد.